متوفره. فراح ناخذ هلا هون هذا طبعا هي تيبل كونتنتس لكتاب، بس هدول ديموز على الكتاب. الكتاب اسمه نيورال نتورك ديزاين. خلينا نطلع على بعض الديموز اللي هون. هون بس حاطط ديموز بسيطه جدا، هاي بس بتفرجيني سنجل، فيري فيري سنجل. متذكرين اول ما بدينا نطلع على بيرسبترونز بسيطه، هذا بعملناش شيء، بس احنا كغرض التعلم بدنا نبدا نفهم البيسك بيلدينج بلوك. فهون راح تشوفوا الفانكشنز المختلفه، الاكتيفيشن فانكشنز المختلفه الموجوده. مثلا عندي بيور لاين، بيور لاين بيمتد لم بلس انفينيتي وماينس انفينيتي، هو فانكشن ممكن استعمله. في عندنا هارد ليم، هارد ليم يعني هارد ليميتس، فهو هذا زي ستيب. متذكرين الستيب؟ هاي ستيب، بس لاحظوا هي ستيب من 0 ل 1 مش من ناقص 1 ل 1. هلا في كمان هارد ليم اس، هارد ليم اس بتعطيني من ناقص 1 ل 1. هذا الخط طبعا المفروض انه واقف وقوف هون، هو مبين شوي بالرسم هيك، هذا المفروض انه ستيب هون زي ستيب، بس ستيب ماينس 1 بلس 1. بعدين عندي هون بيور لاين، شفنا البيور لاين. عندي ساتوريشن لاين، ساتوريشن لاين ماخذ هو هون حتى بادي من 0 رايح ل 1 وحاطط زي خط مائل. طبعا هاي كمان نقدر نعبر عنها بفانكشن، هاي بيس وايز، تقدروا تعرفوها ببيس وايز، تقولوا من ماينس انفينيتي ل 0 بيساوي 0، من 0 ل 1 بيساوي اكس او تي، ومن 1 لانفينيتي بيساوي 1. وكمان عندي سات لين اس بصير عندي بلس 1 وماينس 1. هلا هاي اظن هي بتشبه الى حد كبير اللي احنا عملناها، استعملناها اظنها لوج سيج، انا مش متاكد انها نفسها بالضبط، بس هاي بتشبه لحد كبير اللي احنا عملناها. مزبوط، بتمر في نص عند الزيرو، بعدين بتروح على بلس 1 وماينس 1، هي كانت 1 على 1 بلس اي تو ذا ماينس اكس. وعندنا بعدين تان سيجمويد، تان سيجمويد بتحولها لماينس 1 وبلس 1. فبتلاحظوا في فيتشر عامه في هدول معظمهم، رح تلاقوا انها بلس 1 من 0 ل 1 او من ماينس 1 ل 1 الاوتبوت الا البيور لاين. وبتلاحظوا كمان انه ايش كان الاختلاف الثاني؟ من ماينس انفينيتي ل بلس انفينيتي، وبتعطيني الليمتس، بتعطيني الليمتس من هون بتحدد الاوتبوت. اوكي هذا بالنسبه لهدول الاكتيفيشن فانكشنز.